الأخير من الخمسين المقدسة، والأحد الجاي راح يبقى أحد عيد العنصرة، حلول الروح القدس. علشان كده النهاردة الإنجيل من قديس يوحنا بيقول المسيح إلهنا بيقول لنا: كل شيء تطلبونه باسمي أعطيكم إياه. ولما احنا بنقول أبانا الذي في السماوات، المسيح هو اللي علمنا صلاة أبانا الذي، لكن الكنيسة في آخر الصلاة أضافت إليها بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. الصلوة كلها بتاعت أبانا الذي المسيح إلهنا هو اللي ألفها، وهو اللي وضع كلمتها، وهو اللي أمرنا وقال لنا: متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات. والكنيسة لقت إن كل شيء نطلبه في اسم يسوع وباسم يسوع نناله. والنهاردة المسيح بيقول لنا في إنجيل هذا الصباح: تسألون الآب باسمي، كل ما تسألون الآب باسمي أعطيكم إياه. كل حاجة تطلبيها وكل حاجة تطلبها، أطلبها في اسم يسوع وباسم يسوع. إحنا اليومين دول الكنيسة بنسمي الزمن ده زمن خير. احنا دلوقتي في زمن خير. ليه زمن خير؟ لان المسيح الهنا قال لنا: خير لكم ان انطلق. فالزمن ده زمن خير، لان الكنيسة مشتاقة او منتظرة حلول الروح القدس على التلاميذ في اول كنيسة اللي هي في العلية في اليوم الخمسين. الزمن اللي احنا فيه الكنيسة بتسميه زمن القيامة، 50 يوم، او زمن الفصح. 50 يوم الكنيسة بتحتفل فيها بالقيامة، ونعمل الدورة بتاعت الايقونة بتاعت القيامة عشان نعلن خبر القيامة ونكرز بالمسيح القائم من بين الاموات في 4 ارجاء الارض، ونقول له: احنا بنؤمن بأنك أنت الذي تجسدت، وبنفس الجسد الذي تجسدت به صلبت به، وبنفس الجسد الذي صلبت به قمت به، وبنفس الجسد الذي صلبت وقمت به صعدت إلى أعلى السماوات، وإحنا منتظرينك عشان تبعت لينا الروح القدس. كل حاجة تطلبوها تطلبوها باسم يسوع، وتطلبوها في اسم يسوع، ونكون مؤمنين أننا سننالها، لأن اسم يسوع الغالي القيمة، اسم يسوع اسم الخلاص، اسم يسوع اسم الغنى، اسم يسوع اسم الشبع، اسم يسوع اسم السرور. المسيح إلهنا لم يدعنا معوزين شيء، علشان كده بيقول: كل ما تسألونه من الآب باسمي أعطيكم إياه. أطلبوا تأخذوا ويكون فرحكم كاملا. فرح المسيح غير فرح العالم. فرح المسيح ثابت، فرح المسيح لا يتغير، فرح المسيح أبدي، فرح المسيح لا يزول ولا يتغير. أطلبوا تأخذوا. يا ترى أنت حضرتك وحضرتك بتطلب من أجل خلاص نفسك، وبتطلب من أجل أبديتك، بتطلبي من أجل بيتك، بتطلب من أجل ولادك، بتطلبه من أجل الكنيسة؟ أطلبه، لأن كل من يسأل، كل من يطلب يأخذ. وبيأخذ يأخذ إيه؟ قال يأخذ ويكون فرحه كاملا. وإحنا بنقول في القداس: املأ قلوبنا فرحا ونعيما. الزمن اللي احنا فيه فيه اوبئة وفيه غلة وفيه ضيقات وفيه مشاكل وفيه تقلبات وفيه مشاكل أسرية وفيه مشاكل في التربية وفيه مشاكل في العيشة وفيه مشاكل في المعاملات. مفيش حاجة تقدر تخلينا ننتصر ونغلب التجارب إلا اسم يسوع إلهنا الفادي والراعي والمخلص. بدونه لا نقدر أن نفعل شيء.
هو هيدينا فرح كامل وسط الآلام وسط التجارب، ينزل معانا في الأتون ويحوله لنرد ندى وبرد وسلام، ينزل معانا في الجب ويسد عننا أفواه الأسود، لأن المسيح إلهنا هو أمس واليوم وإلى الأبد. المسيح امبارح والنهاردة وبكرة يدينا فرح كامل. كان بيكلم التلاميذ، كان بيكلمهم بأمثال، ليه؟ لأنه كانوا لسه أطفال في الإيمان، لكن لما كبرهم أصبح بيكلمهم علانية، يعني زي الطفل الصغير بنديله طعام الصغار، ولما يكبر نديله طعام البالغين، وهو صغير بنديله اللبن، ولما يكبر ياخد الأكل الدسم الأكل الكامل. عشان كده المسيح إلهنا بيقول للتلاميذ النهاردة حسب ما جاء في إنجيل هذا الصباح: كلمتكم بأمثال، سوف تأتي ساعة حين لا أكلمكم بأمثال. خلاص انتوا كبرتوا بقى، خلاص ما ينفعش، انتوا نضجتوا بقى، هكلمكم عن الآب علانية. من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب؟ عايز تعرف ربنا؟ اعرفه بقلبك. عايزة تعرفي ربنا؟ اعرفيه لما تكلميه، لما نصلي، لما نصلي نبقى احنا بنكلم ربنا، يبقى بنعرفه، ولما نقرأ في الانجيل يبقى ربنا بيكلمنا. اقتربوا الي اقترب اليكم. عشان كده المسيح هيخبرنا عن الاب علانية وهيعلن لنا ذاته. اصل الايمان بتاعنا ايمان اعلى من العقل، ايمان نؤمن به ونصدق. الايمان لا يضد العقل لكنه يعلو على العقل. الايمان لا يضد العقل لكنه يعلو على العقل. المسيح يخبرنا عن الاب علانية. كل ما نطلب باسمه نناله، لان هو، لان ابونا ابونا اب سماوي، هو خرج من عند الاب. عشان كده المسيح مش من اسفل، قال انتم من اسفل، اما انا فمن ايه؟ من فوق. اللي في الارض بيتكلم على الارض، واللي في السماء يتكلم على الحاجات اللي ايه؟ السماوية. عشان كده احنا في الانجيل، في الكتاب المقدس بتاعنا، لا في سيرة جواز، ولا في سيرة اكل، ولا شرب، ولا طمع، ولا انهار لبن، ولا انهار مش عارف ايه. لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يصيروا كملائكة الله. المسيح الهنا الابن الوحيد خرج من عند الاب. ايه معنى الكلام ده؟ ما هو ده السبب اللي خلاه صعد. لماذا صعد المسيح؟ احنا اول تمبارح كنا يوم الخميس بنعيد بعيد الصعود. هو المسيح صعد ليه صحيح؟ قالوا المسيح صعد للاسباب الاتية: نمرت واحد صعد لانه نزل، صعد لانه نزل، نزل الينا وتجسد وولد في بطن العذراء من غير زرع بشر. فنمرت واحد صعد لأنه نزل. نمرة اتنين صعد ليعد لنا مكان، قال أنا ذاهب أعد لكم مكان، متى أعددت المكان آت أيضا وآخذكم. نمرة تلاتة صعد عشان يعد لنا الطريق في السماء، قال في بيت أبي منازل كثيرة، رايح يعد لنا مكان. نمرة أربعة صعد عشان يبعت لينا الروح القدس، اصل الاب هو ارسل الابن، والابن بعد ما عمل تمم الفداء وتمم تدبير الخلاص، بعد ما صعد للسماء بعت لنا الايه؟ الروح القدس. اصل ما كانش ينفع الروح القدس يجي والمسيح لسه على الارض. فالمسيح اول حاجة صعد لانه نزل، ده واحد. اتنين صعد ليعد لنا مكان. تلاتة صعد عشان يبعت لينا الروح القدس البراكليت. اربعة
صعد المسيح لكي يشفع فينا أمام الآب كل حين. انتوا عارفين المسيح فين دلوقتي؟ قاعد عن يمين العظمة في اللاهوت، مفيش يمين وشمال. لكن كلمة يمين الآب زي ما بنقول في قانون الإيمان معناها القوة، معناها السلطان، معناها الملك، معناها الباور، معناها الإمكانية. فالمسيح في السماء بيشفع فينا، لأنه الجسد اللي المسيح صعد بيه هو الجسد اللي اتصلب بيه، هو الجسد اللي قام بيه. فلما بيشفع فينا في السماء بيوري الآب السماوي إكليل الشوك والجروح والمسامير والطعنة والجلدات اللي جرح بيها في بيت أحبائه. تألم لكي ينقذنا، وجاع لكي يشبعنا، وعطش لكي يروينا. فبيشفع فينا في السماء. آخر حاجة، المسيح صعد لكي يأتي مرة ثانية. تقول لي يعني ايه يأتي مرة ثانية؟ اصل المسيح له مجيئين. المجيء الاول في التجسد، لما جه هنا على الارض وصنع الخلاص واتصلب وقام وصعد. والمجيء الثاني هيجي فيه بقى ايه؟ في الدينونة، عشان يدين المسكونة بالعدل ويعطي ويجازي كل واحد حسب اعماله. المسيح هو الراس، فلما صعد الراس راح ياخد معاه الجسد اللي هو حضرتك وحضرتك والكنيسة كلها عروسته، لأنه هو العريس السماوي. صعد المسيح لأنه نزل، وصعد المسيح لكي يعد لنا مكان، وصعد المسيح لكي يشفع أمام الآب كل حين، وصعد المسيح ليرسل لنا الروح القدس المعزي، وصعد المسيح ليأتي مرة ثانية ويأخذنا معاه على السحاب وتنظره كل عين. ستأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد. أنا عايز أقول لكم عشان يبقى ليكم فيا سلام. خلي بالك وخلي بالك، بعيد عن المسيح مفيش سلام، وبعيد عن المسيح مفيش غنى، وبعيد عن المسيح مفيش سرور، وبعيد عن المسيح مفيش خلاص. عند المسيح فقط السلام والفرح والشبع والسرور، وفي يمينه المجد. قال لنا ان في العالم هيكون لنا ضيق، لكن قال كمان ان لكن ثقوا انا قد غلبت العالم، بصبركم تقتنون انفسكم. ياريتنا نتعلم نصبر، وياريتنا نتعلم نواظب، وياريتنا نتعلم نرفع عينينا للسماء، نبقى عاملين زي التلاميذ اللي كانوا واقفين على جبل الزيتون شاخصين الى المسيح وشايفينه لما صعد للسماء وقد باركهم. حد فيكم مستغني ان المسيح يبارك عليه من السماء؟ يا رب بارك علينا، خلي عينينا ناحيتك، ندعي ونطلب كل الاشياء من اجل اسمك. يتمجد المسيح الهنا ويدينا نعمة المعزي. لربنا المجد دائما ابديا امين. اطف ارقاطك سين اوهم برتين باي.